يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض الأحيان تفوتني الصلاة لأجل النوم فأقضيها في المنزل، فهل أؤذن وأقيم أم أكتفي بالإقامة فقط؟ إذا صرت في بلد تكفي عن البلد وإقامة البلد، ما إذا صرت في بر ما في أذان ولا إقامة فأنت تؤذن، والإقامة تقيم حتى في البلد تقيم، لكن الأذان إن كنت في بر وليس فيه أذان أذن، وأما إذا كنت في البلد فيكفي أذان البلد. نعم. والإنسان يأذنون الناس بالبيوت ويحصل لبس على الناس ويقولون وش هل يأذن؟ نعم.